بسم الله الرحمن الرحيم. الطلبة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه المحاضرة موضوع جديد من موضوعات المساق، القرآن المكي والمدني. وقبل أن نبدأ بالمكي والمدني نراجع سريعا مفردات المحاضرة السابقة. عرفنا الآية لغة واصطلاحا، وقلنا أن الآية في اللغة جاءت بمعاني متعددة، منها المعجزة والعلامة والعبرة والأمر العجيب والبرهان والدليل. واصطلاحا طائفة من الحروف والكلمات ذات مطلع ومقطع مندرجة في سورة من سور القرآن. وقلنا أن ترتيب آيات القرآن قد جاء توقيفيا، أي ليس من اجتهاد الصحابة والعلماء. ثم عرفنا السورة وقلنا أنها في اللغة بمعنى المنزلة والشرف والعلامة، واصطلاحا هي طائفة مستقلة من آيات القرآن ذات مطلع ومقطع. واختلف العلماء في ترتيب هذه السور على ثلاثة أقوال. حكينا أن الراجح منها القول الأول بأن ترتيب سور القرآن ترتيب توقيفي، وقلنا أن ترتيب القرآن في التلاوة والصلاة ليس بواجب وإنما سنة. وتحدثنا عن تقسيم العلماء لسور القرآن باعتبار الطول والقصر إلى أربعة أقسام، اللي هي الطوال والمؤون والمثاني والمفصل، وأجملنا الفوائد لمعرفة الآيات والسور. ثم انتقلنا إلى أول وآخر ما نزل من القرآن، وقد اختلف العلماء في أول ما نزل على ثلاثة أقوال. منهم من قال أن أول ما نزل هو سورة العلق، منهم من قال أن أول ما نزل المدثر، والقول الثالث أفاد بأن الفاتحة هي أول ما نزل من القرآن. وحكينا أن الراجح من هذه الأقوال هو القول الأول الذي أفاد بأن أول ما نزل من القرآن الخمس آيات الأولى من سورة العلق. واختلف العلماء في آخر آية نزلت في القرآن على أقوال متعددة. الراجح منها الآية 281 من سورة البقرة، قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. بينا الفوائد من معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل، ووقفنا عند نزول القرآن على سبعة أحرف. كنا قد تحدثنا في البداية أيام جمع القرآن في عهد عثمان بن عفان أنه قد جمع بلسان قريش، لكن العرب في الجزيرة في لغات متعددة، منها هذيل، ثقيف، هوازن، كنانة واليمن وتميم. المقصود باللغة اللهجة، لأنه جميع أصحاب هذه اللهجات بيتكلموا العربية. في الدول العربية مثلا عددها 21 دولة، كلهم بيتكلموا اللغة العربية لكن بلهجات مختلفة. إحنا مثلا في فلسطين لهجتنا غير أهل سوريا، غير مصر، غير السودان، غير ليبيا، وهيك لغات العرب. فنزل القرآن بلغاتهم السبعة، لحديث ابن عباس عن رسول الله: أقرأني جبريل على حرف فلم أزل أستزيده إلى سبعة أحرف. اختلف العلماء في تفسير هذه الأحرف السبعة على أكثر من قول. القول الأول أفاد بأنه الأحرف السبعة هي سبع لغات من لغات العرب في التعبير عن المعنى الواحد. يعني مثلا الفعل تعال في لهجة قبيلة ما بيحكوا تعال، في قبيلة أخرى ما بيحكوا تعال، بيحكوا هلمة أو أقبل أو أسرع، كلها بتحمل نفس المعنى. القول الثاني أن المراد بالأحرف السبعة هي سبع لغات من لغات العرب نزل عليها القرآن. القول الثالث إنه الأحرف السبعة هي أوجه سبعة من الأمر والنهي والوعيد والوعد والجدل والقصص، أو من الأمر والنهي والحلال والحرام والمحكم والمتشابه والأمثال. القول الرابع أفاد بأن المراد بالأحرف السبعة وجوه التغاير السبعة اللي بيقع فيها الاختلاف، زي وين؟ زي في الأسماء، بالإفراد والتثنية والجمع أو التذكير أو التأنيث، الاختلاف في وجوه الإعراب، في التقديم والتأخير، في الإبدال، الزيادة، النقصان، أو اختلاف اللهجات بالتفخيم والترقيق والفتح والإمالة وغيرها. القول الخامس أفاد بأنه العدد سبعة لا مفهوم له،
القول الأخير السادس أفاد بأن الأحرف السبعة هي القراءات السبعة. وتأملنا أقوال العلماء منلاقي أن القول الأول أفاد بأن الأحرف السبعة هي لغات العرب في التعبير عن المعنى الواحد. القول الثاني المقصود أن الأحرف السبعة هي لغات العرب السبعة التي لا يخرج القرآن الكريم عنها. القول الثالث بنجد أنه هو فسر الأحرف السبعة من ناحية بيانية. القول الرابع فسر الأحرف من ناحية لغوية، من ناحية تصريف الأفعال والإعراب. الخامس أفاد بأنه لا معنى له، ليس لبيان العدد وإنما للدلالة على الكثرة والكمال. القول السادس اللي أفاد بأنه الأحرف السبعة هي القراءات السبعة كرواية حفص عن عاصم والدوري والكسائي، إنه علماء قراءات السبعة المتواترة. الراجح من هذه الأقوال هو القول الأول الذي أفاد بأن الأحرف السبعة هي لغات العرب في التعبير عن المعنى الواحد. ولنزول القرآن على أحرف سبعة حكم، منها تيسير القراءة والحفظ وانتشار الدعوة الإسلامية ودلالة على إعجاز القرآن في معانيه وأحكامه. أما موضوع محاضرتنا اليوم القرآن المكي والمدني، فعلم المكي والمدني من علوم القرآن اللي أولاها العلماء اهتمام وعناية كبيرة، لأنه هذا العلم لم يقتصر على تحديد ما نزل من القرآن بمكة أو ما نزل من القرآن بالمدينة، بل كان في حكم ومعاني أخرى كبيان صورة من صور الإعجاز في مراعاة الظروف والبيئة اللي نزل عليها القرآن اللي نزل فيها القرآن في مكة والمدينة. لأنه موضوعات القرآن اللي نزلت بمكة وأساليبه وسماته بتختلف عن اللي نزلت بالمدينة. كيف يعني مثلا القرآن اللي نزل على مجتمع جاهلي ساد في وأد البنات وشرب الخمر والربا والأخذ بالثأر والزواج الفاسد بأنواعه من زواج شغار واستبطاع وغيره، بيختلف عن القرآن المدني اللي نزل على مجتمع غالبيته مسلم. بداية حنتناول تعريف المكي والمدني، واختلف العلماء في تعريف المكي والمدني على ثلاث أقوال. القول الأول عرف القرآن المكي بأنه ما نزل قبل الهجرة وإن كان بغير مكة، والقرآن المدني ما نزل بعد الهجرة وإن نزل بغير المدينة. القول الثاني عرف المكي بأنه ما نزل بمكة وما جاورها، والقرآن المكي المدني ما نزل بالمدينة وما جاورها. القول الثالث عرف المكي بأنه ما نزل خطابا لأهل مكة، والمدني ما نزل خطابا لأهل المدينة. لو تأملنا الأقوال الثلاثة بنجد أن القول الأول عرف القرآن المكي والمدني باعتبار الزمان، باعتبار زمان الهجرة، لأن الرسول هاجر من مكة إلى المدينة، فما نزل في مكة قبل الهجرة مكي وما نزل بعد الهجرة في المدينة هو مدني. القول الثاني عرف المكي والمدني باعتبار المكان، إنه ما نزل بمكة وما جاورها مكي، وإنه ما نزل بالمدينة وما جاورها مدني، أي اعتبر المكان. القول الثالث عرف المكي والمدني باعتبار المخاطب، أي ما نزل خطاباً لأهل مكة فهو مكي، وما نزل خطاباً لأهل المدينة فهو مدني. الراجح في الأقوال الثلاثة القول الأول الذي عرف القرآن المكي والمدني باعتبار الزمان، بأن المكي ما نزل قبل الهجرة وإن كان بغير مكة، والمدني ما نزل بعد الهجرة وإن كان بغير المدينة. لأنه لو تأملنا التعريف الثاني اللي عرف القرآن المكي والمدني باعتبار المكان، إنه ما نزل بمكة مكي وما نزل بالمدينة مدني، هذا التعريف غير شامل، لأنه في قرآن نزل في الأسفار لما كان بيسافر النبي، فهذا لا يعد لا مكي
ولا مدني ضمن هذا التعريف، ما شمل التعريف الثاني؟ القول الثالث أيضا غير شامل، لأن هناك قرآن في خطاب لغير أهل مكة وقرآن خاطب غير أهل المدينة، مثلا يا أيها النبي يا أيها الكافرون، هذا خطاب مش لأهل مكة ولا لأهل المدينة. آيات القصص ما بتخاطب أهل مكة دون المدينة أو المدينة دون مكة، بل كان خطاب للجميع. أما القول الأول اللي عرف القرآن باعتبار الزمان فهو تعريف شامل للقرآن الكريم. إذن الراجح من بين الأقوال الثلاثة الأول لحصره ودقته، لأن الثاني يترتب عليه أن ما نزل بالأسفار لا يدخل تحت القسمة، وما نزل بعد الهجرة يسمى مكياً، والثالث يترتب عليه أن معظم القرآن ليس مكياً ولا مدنياً، لأن كثيراً من الآيات نزلت بتخاطب لا أهل مكة ولا أهل المدينة، بل كانت خطاب عاماً للناس جميعاً. حكينا من شوية أن القرآن اللي نزل على مجتمع جاهلي ساد في وأد البنات والربا وشرب الخمر والأخذ بالثأر والزواج الفاسد بيختلف عن القرآن اللي نزل على مجتمع غالبيته مسلم، لذلك حنلاقي أنه في مميزات تميز بها القرآن المكي ومميزات تميز بها القرآن المدني. من مميزات القرآن المكي الدعوة إلى التوحيد وتأسيس العقيدة الإسلامية في النفوس، فأهل مكة كانوا بيعبدوا الأصنام من دون الله، فنزل القرآن المكي يدعوهم إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة. قال تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد. الميزة الثانية من مميزات القرآن المكي فضح أعمال المشركين، فالقرآن المكي أقام الحجج والبراهين على بطلان ما يعبدون وزيف عقائدهم وضرب لهم الأمثال لذلك. قال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا. أيضا تميز القرآن المكي بقوة الألفاظ مع قصر الفواصل والإيجاز. قال تعالى: والفجر وليال عشر. وقال أيضا: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بل قادرين على أن نسوي بنانه. فآيات القرآن المكي كما نلاحظ قصيرة موجزة معبرة فيها قوة ألفاظ. أيضا من مميزات القرآن المكي الإكثار من قصص الأنبياء والأمم السابقة وبيان دعوة الأنبياء السابقين. طيب ما الحكمة أن القرآن المكي أكثر من قصص الأنبياء والأمم السابقة؟ طبعا قصص الأنبياء وقصص الأمم السابقة كانت للعبرة والعظة بقصص من سبقت هذه الأقوام، وأيضا كان فيها تثبيت للنبي والمسلمين، وكان في مواساة لما أصابهم من مكائد وتكذيب. الميزة الخامسة الاهتمام بالأخلاق وأصول العبادات والأداب والفضائل العامة. فالمجتمع في مكة كان بيسوده الربا والزنا والزواج الفاسد ووأد البنات والأخذ بالثأر، كل ذلك قيم فاسدة وأخلاق ذميمة، لهذا جاء القرآن المكي ليصحح ويرسخ قيم أخلاقية سامية في هذا المجتمع. ضوابط القرآن المكي: الضوابط بمثابة العلامات والإشارات اللي بتعرفنا أنه هذه الآيات آيات مكية. من الضوابط أن كل سورة فيها سجدة، سجدة تلاوة، فهي سورة مكية. الضابط الثاني أن كل سورة فيها لفظ كلا فهي مكية. كل سورة نزل فيها آية بدأت بقوله يا أيها الناس عدا سورتي البقرة والنساء فهي سور مكية. كل سورة فيها قصص الأنبياء والأمم الغابرة سوى سورة البقرة فهي سورة مكية، لأن البقرة مدنية.
وتحدثنا منذ قليل أن من مميزات القرآن المكي أنه هو أكثر من قصص الأنبياء والأمم السابقة. 5 كل سورة فيها قصة آدم وإبليس عدا سورة البقرة، كذلك فهم سور مكية. كل سورة افتتحت بحروف التهجي عدا سورتي البقرة وآل عمران واختلفوا في الرعد فهي سور مكية. كل سورة مفتتحة بالحمد فهي مكية، وهم 5 سور. وال5 سور التي افتتحت بالحمد هي الفاتحة والأنعام والكهف وسبأ وفاطر. الآن ننتقل إلى مميزات القرآن المدني. تميز القرآن المدني ببيان تفاصيل أحكام الشريعة من عبادات ومعاملات وحدود ونظام أسرة وقواعد ومواريث. في المجتمع المكي كانت التشريعات قليلة، طبعا كانت قليلة لأن المسلمين كانوا مستضعفين في العهد المكي، وطبيعة الصراع مع الكفار ما كانت بتسمح بتشريعات تفصيلية، وإنما كانت التشريعات قليلة. لكن في المجتمع المدني نزل القرآن المدني بتفاصيل لأحكام الشريعة من عبادات ومعاملات، لأنه غالبية المجتمع المدني مجتمع مسلم، فهذا المجتمع بحاجة لتفاصيل الأحكام من عبادات ومعاملات وحدود ونظام أسرة وغيره. فالقرآن في مكة كان بيأسس لبناء العقيدة والأخلاق، لكن في المدينة كان بيبني مجتمع ودولة إسلامية، والدولة بتحتاج إلى معاملات وقواعد مبنية على أسس سليمة، إضافة إلى الأخلاق والعبادات اللي ما أهملها القرآن المدني. أيضا من مميزات القرآن المدني بيان عقائد أهل الكتاب وكشف باطلهم ودعوتهم إلى الإسلام بالحجة والبرهان، والكشف عن سلوك المنافقين وبيان خطرهم ومخططاتهم بعد ظهورهم في المدينة. تميزت آيات القرآن المدني على خلاف القرآن المكي بطول المقاطع والآيات القرآنية للتفصيل للأحكام والتشريعات الإسلامية. الآن ننتقل إلى الضوابط. ضوابط القرآن المدني: كل سورة فيها بيان فريضة أو حد فهي سورة مدنية. كل سورة فيها ذكر المنافقين فهي سورة مدنية. حكينا من شوية إنه من مميزات القرآن المدني إنه هو كان بيكشف عن سلوك المنافقين وبيبين خطرهم. كل سورة فيها مجادلة أهل الكتاب فهي سورة مدنية. كل سورة نزل فيها آية بدأت بقول يا أيها الذين آمنوا وليس فيها يا أيها الناس فهي سورة مدنية. هذا بالنسبة لضوابط القرآن المدني. ننتقل إلى فائدة العلم بالمكي والمدني من القرآن. طبعا كل علم من علوم القرآن له فوائد، من فوائد هذا العلم الاستعانة به في تفسير القرآن من خلال معرفة مكان النزول. بنعرف إحنا من خلال المكي والمدني الناسخ والمنسوخ من الآيات في حال كان في تعارض، ففي هذه الحالة بناخذ بالآية الناسخة لأنه هي الآية التي أتت بعد الآية المنسوخة. من فوائد هذا العلم تذوق أساليب القرآن الكريم والاستفادة منها في أسلوب الدعوة إلى الله في الظروف المختلفة. فأسلوب القرآن المكي كان بيختلف عن أسلوب القرآن المدني. أسلوب القرآن المكي كان بيغلب عليه قصر الآيات وقصر السور، وقوة كان في التعبير والتناغم الموسيقي. كانت الفواصل القرآنية كثيرة وقصيرة. اتنوع القرآن المكي بما يتناسب مع المواقف والسور. أيضا من أسلوب القرآن المكي إنه هو كان كثير أسلوب التأكيد. فالقرآن المكي بنلاقي فيه كثير من القسم وضرب الأمثال والتشبيه وتكرار بعض الجمل والكلمات، غير أنه برضو كثر فيه التجسيم الحسي خاصة في مشاهد أهل القيامة وأحوال النار وبيان أحوال الجنة والنار. وهذا الأسلوب ما كان في القرآن المدني اللي كان بيتميز بأنه هو الآيات كانت فيها طويلة. الأسلوب غالبا ما كان بيسلك سبيل الهدوء واللين في الأسلوب والاسترسال في الفواصل.
طبعا الحكمة من إنه القرآن المدني كان بيخاطب بالهدوء واللين في الأسلوب، لأنه هو كان في الغالب موجه للمؤمنين، بخلاف القرآن المكي اللي كان غالبا موجه للمشركين. أيضا من الفوائد بالعلم بالمكي والمدني الوقوف على السيرة النبوية من خلال الآيات القرآنية ومعرفة مكان النزول. أيضا كل علم من علوم القرآن الكريم بيعرفنا بتاريخ التشريع وبالتدرج في تشريع الأحكام الشرعية. تقسيم الصور مكي ومدني، طبعا الصور المدنية حددها العلماء بعشرين صورة، موضح أمامكم بالجدول التالي، هي سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنفال والتوبة والنور والأحزاب ومحمد والفتح والحجرات والحديد والمجادلة والحشر والممتحنة والجمعة والمنافقون والطلاق والتحريم والنصر. والصور المكية حددوها العلماء ب82 صورة، وباقي الصور فيها اختلاف. الصور المختلف عليها الفاتحة والرعد والرحمن والصف والتغابن والمطففين والقدر والبينة والزلزلة والإخلاص والفلق والناس، عدا الصور المدنية التي ذكرناها والصور المختلف عليها هي صور مكية وعددها 82 صورة. وفي نهاية حديثنا عن المكي والمدني بننوه إلى أنه علم المكي والمدني أيضا من العلوم التي أثيرت حولها الشبهات من أعداء الإسلام، فقد زعموا أن القرآن تأثر بالبيئة. قالوا أن القرآن لما كان في مكة بين الأميين جاءت سور القرآن المكي والآيات قصيرة، ولما نزل في المدينة بين مثقفين جاءت سور المدني والآيات طويلة. وأيضا من الشبهات أن القرآن المكي كان خالي من التشريع والأحكام، بينما القرآن المدني كان فيه تفاصيل أحكام وتشريعات. أيضا من الشبهات التي أثيرت في هذا الجانب أن القرآن المكي بيمتاز بالهروب من المناقشة وخالي من المنطق والبراهين، بخلاف القرآن المدني اللي بيناقش الخصوم بالحجة والبرهان. أنا هيك بكون حددت الشبهات اللي أثيرت حول المكي والمدني، وهي جاءت في 3 نقاط. النقطة الأولى إنه القرآن تأثر بالبيئة. النقطة الثانية إنه كان خالي من التشريع والأحكام في مكة، وإنه كان مشحون بتفاصيل الأحكام والتشريعات في المدينة، وإنه المكي كان بيمتاز بالهروب من المناقشة والمدني كان بيناقش بالحجة والبرهان. حيكون موضوع الحوار والنقاش لهذا الأسبوع الردود على هذه الشبهات، فبتمنى منكم التحضير لهذه الجزئية والمشاركة والتفاعل على أيقونة حوار ونقاش حتى نناقش إحنا كمسلمين المناسب على هذه الشبهات التي أثيرت حول القرآن المكي والمدني من أعداء الإسلام. بنكون هيك تعرفنا على علم جديد من علوم القرآن وهو المكي والمدني، وتعرفنا على أنه القول الراجح في تعريف المكي والمدني هو القول الأول، لما عرفوا العلماء المكي بأنه ما نزل قبل الهجرة وإن كان بغير مكة، والمدني ما نزل بعد الهجرة وإن كان بغير المدينة. ثم تعرفنا على مميزات القرآن المكي، وقلنا أنه تميز دعوة إلى التوحيد وتأسيس العقيدة في النفوس وفضح أعمال المشركين. كان القرآن المكي في قوة في الألفاظ، موجز، قوة قصر في الفواصل أكثر من قصص الأنبياء والأمم السابقة. كان في دعوة الأنبياء السابقين بينها القرآن المكي. اهتم اهتمام كبير بالأخلاق وأصول العبادات والآداب والفضائل العامة. وبينا الضوابط للقرآن المكي، إنه كل سورة فيها سجدة فهي مكية، كل سورة فيها كلة فهي مكية. السور اللي بدأت بيا أيها الناس باستثناء سورة البقرة، وأن كل سورة فيها قصص الأنبياء والأمم الغابرة باستثناء سورة البقرة فهي سورة مكية.
أيضا تحدثنا عن مميزات القرآن المدني، وقلنا أنه تميز ببيان تفاصيل أحكام الشريعة الإسلامية من عبادات ومعاملات وحدود وقواعد، وكشف عن سلوك المنافقين. اتميز بطول المقاطع والآيات القرآنية، وكان من ضوابط القرآن المدني أنه كل سورة فيها بيان لفريضة فهي سورة مدنية، وكل سورة فيها ذكر للمنافقين وأحوالهم وصفاتهم فهي سور مدنية، وكل سورة نزل فيها آية بدأت يا أيها الذين آمنوا وليس فيها يا أيها الناس فهي سورة مدنية. وتعرفنا على الفوائد من معرفة القرآن المكي والمدني وتقسيم السور المكية والمدنية والسور المختلف عليها. هذا نكون قد انتهينا من محاضرة اليوم. سنتناول في الأسبوع القادم عنوان جديد وموضوع جديد من موضوعات علوم القرآن، أسباب النزول. دمتم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.